بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياه، مع موضوع جديد هام ومفيد وكل ما يخص حياتنا العامه والخاصه. وهيا بنا نحيا الحياه مع هذا الخبر المفرح والقادم حالا. وهذا الخبر هو عن زياده المرتبات والمعاشات ورفع الحد الاقصى للمرتبات والمعاشات. فالحد الادنى للاجور 1200 جنيه هيبقى 2000 جنيه، والحد الادنى للمعاش هيصل الى 900 جنيه. فاهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياه. لا تنسى الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، يعني الضغط على زر الجرس والتعليم صح على المربع اللي بيظهر قدامك، اضغط سيف او حفظ حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناه مصادر الحياه. لا تبخل علينا بلايك، تعليق، اي اقتراح، اي سؤال نعمل عنه فيديو ان شاء الله في الحلقات القادمة. فاهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة. واول خبر او نقرأ الخبر اللي بيقول رفع الحد الادنى للاجور من 1200 جنيه الى 2000 جنيه، ورفع الحد الادنى للمعاش الى 900 جنيه. الكلام ده امتى؟ هذا اليوم السبت الموافق 30/3/2019، واعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفاليه بتكريم الامهات المثاليات عن مجموعه من الاجراءات الجديده التي سيتم اتخاذها خلال الفتره المقبله وتطبيقها للتخفيف على المواطنين. من هذه الاجراءات رفع الحد الادنى للاجور لغير العاملين بالدوله المخاطبين وغير المخاطبين لجميع العاملين بالدوله المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه من 1200 جنيه الى 2000 جنيه. يعني كل المواطنين الموظفين والعاملين بالدوله اللي بينطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه والذي لا ينطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه، الحد الادنى هيترفع الى 2000 جنيه. اما الخبر اللي احنا اكدنا عليه وهو بخصوص العلاوة الدورية اللي هي 7%، وقلنا سوف تمنح للعاملين ولن يتم خصمها كما اشيع في بعض المواقع الالكترونية وعلى السوشيال ميديا. فمنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الاجر الوظيفي بحد ادنى 75 جنيه، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد ادنى ايضا 75 جنيه. يبقى جميع العاملين هيمنحهم العلاوة الدورية 7% من الاجر الوظيفي بحد ادنى 75 جنيه، غير المخاطبين بالخدمة المدنية 10% ايضا بحد ادنى 75 جنيه. معنا بعد كده الخبر الثالث وهو منح علاوة اضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة، علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيه للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور. يعني هيجي هتمنح علاوة استثنائية 150 جنيه لكل العاملين كويس بالدولة، ده المبلغ ده مقطوع لا يضاف لأي شيء، 150 جنيه لمواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور. أيضا معانا الخبر اللي بعد كده تحريك الحد الأدنى، تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين لتكون 2000 للدرجة الستة، 7000 للدرجة الممتازة بدل من 4600. الدرجة الممتازة طبعا هي بتبقى وكيل وزارة فما فوق. يبقى الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية هتبقى من الدرجة السادسة 2000 جنيه إلى 7000 جنيه، دي الدرجة الممتازة. ومعانا بعد كده الخبر التالي وهو إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019. يعني اللي عنده ترقيات متأخرة لكل العاملين بالدولة هيترقى في 30، يعني المدة بتاعته جت استوفى المدة على الدرجة دي حتى 30/7/2019 هيتم ترقيته للدرجة التي تليها. ده مفهوم الخبر. معانا بعد كده قلنا المعاشات 15 منح المعاشات
أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. دول أصحاب المعاشات اللي هم الغير موظفين بالدولة، اللي هم المعاشات التأمينات ومعاش الأرامل وخلافه. يبقى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيه، يعني المعاشات هتزيد ب 150 جنيه وهيرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وزي ما قلنا الخبر ده قبل كده في قناتنا مصادر الحياة إن المعاشات والمرتبات سوف تشهد زيادة في الفترة القادمة. وجاء الخبر اليقين النهاردة بهذا الخبر اللي هو منح أصحاب المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. في النهاية لا تبخل علينا بلايك، لا تبخل علينا بالاشتراك في هذه القناة، الضغط على سبسكرايب أو الاشتراك، تفعيل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه. وفي النهاية مبروك للجميع وهيا بنا نحيا الحياة بكل الحب والأمل والتفاؤل. اللهم احفظ مصر أرضا وشعبا وسماء، وأجعل أمتنا العربية في خير وأمان. وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.